احتضن فضاء منتزهي سابلت مساء أمس انطلاق حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان، تنظمها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بمشاركة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية وفعاليات المجتمع المدني. المتابعة لهشام بوميدة. رمضان دون أحزان هو شعار لحملة تحسيسية تدوم 5 أيام، هدفها الوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان. هي موجهة خصيصا لهذا الشهر المعظم، لأن لاحظنا عبر الإحصائيات ارتفاع مؤشرات الأمن المروري خلال شهر رمضان. سجلت قيادات الدرك الوطني حضورها، وذلك بتقديم إرشادات ونصائح للمواطنين للحد من هذه الظاهرة التي تحصد الأرواح يوميا عبر الطرق. نركز على اللحظات الأخيرة قبل الإفطار لتجنب حوادث المرور، نركز أيضا على المسافات الطويلة من خلال توعية وتحسيس مستعملي الطريق لتجنب السهرات الرمضانية، لأن شهر رمضان يتميز بالتعب والإرهاق حتى نتفادى كل هذه الحوادث. هذه الحملة تشرك العديد من الشركاء الفاعلين في مجال الحماية من حوادث المرور. الدور تاعنا في المجتمع المدني هو دور ميداني بالدرجة الأولى، لأن الاحتكاك بالسائق الجزائري في الميدان عنده عامل كبير في التحسيس من وقاية حوادث المرور. المشاركة تاعنا دائما توعية وتحسيس من أجل رمضان بدون أحزان، الشعار الذي أطلقته المندوبية لهذا العام. بداية الحملة كانت بفضاء متنزه الصابلات وسط حضور كبير للمواطنين المهتمين بالسلامة المرورية.